وجه العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي كلمة لأبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم الأبطال المرابطين في الجبهات، وذلك بمناسبة أعياد الثورة المجيدة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، أيها الأبطال المرابطون في جميع جبهات القتال، يطيب لنا ونحن نحتفل بأعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية والرابع عشر من أكتوبر 1963 ميلادية أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني. فهذه هي الثورة اليمنية الحقيقية التي حررت شعبنا من الاستبداد الإمامي الكهنوتي والاستعمار، وأعلنت عن قيام الجمهورية التي دشن بها شعبنا مرحلة جديدة من تاريخ تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، برغم التركة الثقيلة التي خلفها الحكم الكهنوتي خلافا لما تعرضت له من حروب ضارية من فلول الإمامة، إلا أن الثورة انتصرت بفضل التحام كل أبناء الوطن من الشمال والجنوب وبمختلف انتماءاتهم في متارس الدفاع عن الثورة والجمهورية وأهدافها العظيمة. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم، أيها الأبطال المرابطون في خنادق الدفاع عن الجمهورية، يأتي احتفالنا اليوم بالعيد 58 لثورة 26 من سبتمبر والسابع 57 لثورة الرابع عشر من أكتوبر في ظل تداعيات خطيرة وتحديات كبيرة. فمنذ أن اجتاحت ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء، توقفت عجلة التنمية والبناء والإعمار، وتحركت آلة الحرب الحوثية لتحرق الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، والجميع تعتصر قلوبهم ألما على ما تعرضت له المكاسب التي تحققت لشعبنا على مدى خمسة عقود من تدمير ممنهج في سياق مؤامرة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية وعزل اليمن عن محيطه العربي والعالمي من خلال الاعتداءات المتواصلة على الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، إن طغيان وإرهاب ميليشيات الحوثي ستنتهيان لا محالة، ومهما تمادت في جرائم القتل والخطف والاعتقالات والاغتيالات وتفننت في سياسة الإفقار والتجويع والتعذيب، فإن شعبنا يقاومه على امتداد الوطن ولن يفرط بالثورة والجمهورية والديمقراطية، وسيسترد حقوقه المسلوبة قريبا غير بعيد. ومن يتوهمون بأنهم سيفرضون واقعا بديلا بالإرهاب، عليهم أن يدركوا بأنهم يواجهون أجيالا ترعرعت في كنف الثورة الجمهورية أشد بأسا، ولن يستكينوا إلا بعد تحرير العاصمة صنعاء كما حررها آباؤهم في ثورة 26 من سبتمبر. فهؤلاء الأبطال يقاتلون ببسالة من أجل الحياة وضد ثقافة الموت في مارب والجوف والضالع والساحل الغربي وفي كل رقعة من أرض اليمن، يقاتلون من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وعلى قناعة راسخة بأنه لا يمكن إنهاء معاناة شعبنا إلا بالقضاء على هذه الميليشيات الكهنوتية الإيرانية. وهذا القرار هو امتداد لقرار السبتمبريين والديسمبريين، ولن نحيد عنه مهما كانت التضحيات. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم، ستظل ثورة 26 من سبتمبر عيد أعياد الشعب اليمني، لأنها ثورة إنسانية ورسالة سلام للداخل والخارج، وسنواصل السير على درب الثورة وأهدافها الخالدة التي عمل الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح على ترجمتها خلال فترة حكمه، واستطاع بالحوار أن يطفئ نيران الصراعات ويلم شمل اليمنيين في وطن آمن ومستقر، ووظف جهود الجميع لإرساء مداميك دولة المؤسسات والنظام والقانون على طريق
إحداث مشروع نهضوي شامل في ظل استتباب الأمن والاستقرار، فشيدت الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها، لتنتقل اليمن في ظل الجمهورية اليمنية إلى مرحلة التعددية السياسية والديمقراطية وحرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار المواطنين عبر صناديق الانتخابات الحرة التنافسية رئيس الجمهورية وممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية. فهيأت هذه المناخات بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وانتعاش الحركة السياحية، وصارت اليمن تحظى بمكانة مرموقة في المحافل الدولية، خاصة بعد أن أغلق الزعيم رحمة الله تغشاه ملفات الحدود مع الأشقاء في الحوار وفي المقدمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. يا جماهير شعبنا في الداخل والخارج، إنما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم قتل وإرهاب وأعمال سلب ونهب وتكريس للعنصرية وتأجيج لنيران الأحقاد الطائفية والمذهبية، يحتم علينا دعوة الجميع مجدداً إلى مراجعة حساباتهم. ويكفي مماحكات وخلافات فقد جلبت للبلاد كل هذه الكوارث. علينا ألا نسمح اليوم بتكرار ما حدث، فالعاصمة صنعاء مختطفة، والحوثي يقصف مدينة مأرب بالصواريخ البالستية بعد أن تلقى ضربات موجعة من قبل الأبطال المدافعين عن الأرض والعرض. وبرغم ذلك فإنه يراهن على المعارك الجانبية، فهذا هو أسلوبه منذ حروب الدولة ضد تمرده وحتى معركة تحرير الحديدة. علينا تفويت الفرصة عليه والاقتداء بأبطال سبتمبر وأكتوبر، فقد قاتل الضباط الأحرار والقبائل والمشائخ والعلماء وحركة القوميين العرب والبعثيون والاشتراكيون والناصريون جنبا إلى جنب ضد فلول الإمامة، وكانت قبلة الجميع صنعاء دفاعا عن الجمهورية، فانتصروا لمشروع وطني جامع لكل اليمنيين. ونحن اليوم نخوض معركة واحدة، فلا يجب أن نسمح بتجزئة المعركة، وعلينا أن نسمو على خلافاتنا واختلافاتنا وأن نوحد الجبهة الداخلية المقاومة للميليشيات الحوثية العميلة لإيران ومشروعها المذهبي العنصري، وأن تكون مقاومة هذه العصابة ومشروعها شاملة في مختلف المجالات. وعلى كل الأحرار والشرفاء في هذا الوطن أن يكبروا ليصبحوا بعظمة اليمن وبأفق يتجاوز المصالح الضيقة، ويرتقي ليكون في مستوى المصالح العليا للشعب اليمني الذي لم ولن يقبل أن يكون محكوما من قبل عصابة عميلة لإيران، ولن يقبل أن تتحول اليمن إلى منطقة للضرر والإضرار بالأمن القومي العربي وبأشقائه في دول الخليج والقرن الأفريقي ومصر، خدمة لأجندة طهران ومساعيها الرامية إلى بسط نفوذها في منطقتنا. ومن هذا المنطلق فإن الجميع مدعو لتحريك الجبهات في كل منطقة تتواجد فيها الميليشيات الحوثية، وعلينا أن نقف اليوم مساندين وداعمين للأبطال في مأرب والذين يجترحون ملاحم تاريخية في مواجهة العصابات الحوثية، وبدعم وإسناد من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين يقفون إلى جانب شعبنا في مواجهة هذه المحنة. نكرر تهانينا لأبناء شعبنا في الداخل والخارج، وفي المقدمة الأبطال المرابطون في الساحل الغربي وفي كل جبهات القتال، ونجدد العهد لهم ولكل الشهداء الأبرار بأننا سنحافظ مخلصين على مكاسب ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وسنواصل التضحيات حتى تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي العميلة لإيران. عاشت الثورة، عاشت الجمهورية، المجد والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، تحيا الجمهورية اليمنية. في
أجواء فرائحية احتفاء بعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 من سبتمبر 14 من أكتوبر، شهدت مدينة المخا محافظة تعز مساء الجمعة 25 من سبتمبر 2020 حفل إيقاد شعلة الثورة السبتمبرية في عيدها 58 وسط حضور رسمي وشعبي كبير برعاية من المقاومة الوطنية وتنظيم السلطات المحلية والمؤتمر الشعبي العام وكافة القوى الوطنية. وفي مستهل الحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم وبحضور ناطق المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة العميد صادق دويد ومدير عام مديرية المخابر رحيم الفتيح وعدد من قيادة القوات المشتركة وأعضاء مجلس النواب وقيادة السلطة المحلية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشايخ والعيان في محافظتي تعز والحديدة. استأذن قائد العرض الشبابي من راعي الحفل ببدء الاستعراضات لشباب الكشافة وزهرات المرشدات الذين قدموا عرضا شبابيا مصحوبا بالموسيقى العسكرية والألحان الوطنية الحماسية. وألقى مدير عام مديرية المخا عبد الرحيم الفتيح كلمة أكد فيها أن 58 عاما مرت والظلاميون يتيحون الفرص للانقضاض على الجمهورية ومكاسبها التنموية والوطنية، لكن اليمن استطاع وبقيادة عظيمة وحكيمة أن يفوت عليها كل الفرص طيلة العقود الماضية قبل أن تخلق الفوضى بالدعوة إلى إسقاط النظام، بيئة مواتية لتلك الميليشيات الإمامية لأن تتكاثر وتعلن انقلابها على الجمهورية وتستحوذ على مقدرات الشعب وثرواته ومؤسساته. مختتما كلمته بشكر القائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح لرعاية هذا الحفل ومساندته المستمرة لجهود السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على طريق استعادة بنائها المؤسسي والمدني. عقب ذلك قدم شباب الحركة الكشفية في مديريات الساحل الغربي وثيقة العهد والوفاء لقيادة المقاومة الوطنية والمشتركة تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم العظيمة التي قدموها في معركة الخلاص الوطني ضد عصابات الكهنوت الحوثية العميد لإيران التي جلبت لليمن الحرب والدمار. وطالبت الوثيقة القوات المشتركة في الساحل الغربي وبقية القوى المناهضة والمقاومة للصلف الحوثي في مختلف المناطق والجبهات داخل الوطن بتوحيد الكلمة والهدف والتحرك السريع لاستكمال تحرير اليمن وشعبها وتخليصها من دنس العصابة الحوثية. كما طالب شباب الحركة الكشفية والإرشادية في الساحل الغربي الرئاسة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه اليمن واليمنيين وأن تعمل على إنهاء العمل باتفاقية ستوكهولم دون تأخير. وفي نهاية الحفل قام رئيس عمليات المقاومة الوطنية العميد عبد الرحمن نعمان وعبد الرحيم الفتيح بإيقاد شعلة الثورة السبتمبرية تزامنا مع إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء مدينة المخا وسط حشود جماهيرية غفيرة. كما تقاطر الفنانون والشعراء إلى مدينة المخا للاحتفاء بالعيد السبتمبري. هذا وقد أبرزت الشعارات واللافتات واللوحات التي زينت المدينة وقوف الجميع إلى جانب القوات المشتركة في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والتصدي للأجندة الإيرانية في اليمن وضرورة تكاتف الجهود لحماية الأمن القومي العربي من الأطماع الإقليمية. وأكد التمسك الشعب اليمني بروح الثورة السبتمبرية الداعمة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ورفضها لإرهاب إيران عبر ما يسمى بتصدير الثورة الخمينية إلى دول المنطقة. وبعثت الاحتفائية التي شاركت فيها كل المكونات السياسية اليمنية رسالة هامة لليمنيين جسدت في الترجمة الحقيقية لوحدة الصف الجمهوري في مواجهة ميليشيات الحوثي الكهنوتية، الأمر الذي يعزز ثقة الجماهير بالمقاومة المشتركة بالدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة. أوقد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة لواء ركن أمين الوائلي مساء اليوم شعلة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر في المنطقة العسكرية السادسة. وأكد اللواء الوائلي أن التضحيات التي يجسدها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة في سبيل تحقيق الأهداف الستة لثورة 26 من سبتمبر. شهدت مدينة تعز حفل إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر في ذكراها 58 وسط حضور رسمي وجماهيري كبير. وأوقد الشعلة أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وجمع غفير من المواطنين. كما شهدت سماء المدينة إطلاق الألعاب النارية احتفاء بالذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وشهد الحفل الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بدعم من السلطة المحلية العديد
العديد من العروض الشبابية والكشافية.